نتحول الآن إلى التقرير الفني السعودي الأسبوعي. أهلا فيكم معنا بجولتنا الفنية السعودية الأسبوعية واللي ننقلها هذا الأسبوع من هنا من بيت الشربتلي في جدة البلد، حيث مقر مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي. ونبدأ جولتنا هذا الأسبوع مع الفنان عبد الله السفحان واللي يعود للمسرح بعد غياب 30 سنة من مسرحية كوميدية من إخراج فهد الدوسري واللي وضع الفكرة أيضا. ورغم عدم الإعلان بعد عن موعد عرض المسرحية إلا أن الخبر لاقى تفاعل وحماس جدا كبير، خاصة وأن السفحان كان قد وعد من فترة أنه راح يهتم قريبا بتقديم مسرح جماهيري يجمع ما بين المعنى والكوميديا والطرافة، معربا عن تفاؤله بنجاح استراتيجية هيئة المسرح والفنون الأدائية. يقدم مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي فرصة للأطفال هذه المرة عشان يجربوا إحساس السجادة الحمراء ويتعرفوا على ما هو المهرجان السينمائي، وكمان يلتقوا بنجوم هذه الصناعة وفي مقدمتهم وارنر براذرز، وذلك باستضافة العرض الأول لفيلم سينك 2 بالشرق الأوسط، حيث دعا المهرجان الأطفال عشان يكونوا على السجادة الحمراء ويلتقطوا الصور مع نجومهم المفضلين ويحضروا العرض الخاص بالفيلم مساء الأربعاء 8 ديسمبر. وتعتبر هذه المرة الأولى اللي يلتقوا فيها وارنر براذرز بالأطفال السعوديين، ويعرض هذا الفيلم هنا كمان للمرة الأولى بالشرق الأوسط. دعا الكاتب والسيناريست الإماراتي محمد حسن أحمد صاحب فكرة مسلسل بتوقيت مكة الكتاب السعوديين الشباب إنهم يهتموا بحكايات المنطقة ويقدموها عبر الدراما، مؤكداً إنه من خلال زياراته هناك فعنده الكثير من الحكايات اللي لم تحدث سابقاً سوى في السعودية ولم تروى بعد. وعن سبب اختيار ممثلين كويتيين لتجسيد البطولة في المسلسل قال إنه تم تصويره بمكة، وكانت القصة تتكلم عن اثنين أبطال كويتيين عايشين في السعودية وعندهم قصة انتقلوا بسببها إلى مكة، لافتاً لأنه هناك مئات الأعمال اللي بدأت أو انتهت أحداثها في مكة ومنذ الأزل. انتهى المخرج أيمن العلي من تصوير فيلم مهمة مش مهمة، حيث من المتوقع أنه يعرض العمل في بداية عام 2022، والفيلم طبعاً من بطولة عبد المجيد الرهادي، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، هالة فاخر، ياسر الطوبجي، كارولين عزمي، ومصطفى البنا، وكثير من النجوم. كمان الفيلم من تأليف محمود حمدان وأمين جمال ومحمد محرز وفاروق الشعبي. تعرضت المخرجة السينمائية السعودية ريم البيات لسرقة أحدث أفلامها السينمائية كما قالت من قبل فنانة، وقالت البيات إنها سلمتها النسخة الثالثة من المونتاج، حيث أخذت النسخة من كل مادة صورتها لصناعة الفيلم وذهبت لتشارك به في مسابقة في سويسرا بعد أن قامت بتشويه العمل وتقطيعه بشكل بشع. الفيلم بعنوان مسبحة، وهو فيلم قصير مدته 10 دقائق بطولة الفنانة العالمية رنا عالم الدين، ومن إخراج وكتابة البيات، ويحكي عن امرأة تعاني من الاكتئاب والتكرار في حياتها بينما ترمز المسبحة إلى ذلك. ويصنف الفيلم بأنه دراما وشعري وتجريبي. وطبعا كانت ريم البيات قد حازت في 2017 على جائزة أفضل إخراج في مهرجان ميلان السينمائي عن فيلم أيقظني، واللي نال أيضا جائزة مهرجان مدريد السينمائي عن فئة الأفلام القصيرة.